الثمن ديالو غيتقام بشي 4500 4000، تكون فيه واحد 86 كيلو. هذا داكشي اكزاكت، واللي قال شي حاجه يدخل مع الميزان. كلشي يعيد، كلشي يعيد، ما كاينش المشكل. السردي وكاين ثمن مناسب والحمد لله، راه كاين الاقبال، الناس راه مرخفين يدينا بزاف، ما كنشيروش على عباد الله، والحمد لله الدليل حتى كتشوف فيه، والحمد لله كنرخفوا مع عباد الله وما كاينش الغلا. اللي قال لك الغلا في هذاك راه كيضحكوا على عباد الله. اثمنه بحال دابا هذا دير 7500 درهم، هذا اللي جارين الدراري 4300 درهم. وكاين الميان، كاين البدري كتبدا عندنا من 3000 درهم وطلع، الحمد لله راه اللي ما بغاش يعيد بلا ما بقاو يكذبوا على عباد الله. وكاين الثمن وكاين الرخا والدليل راه كتشوف فيه، كاينين الناس اللي كيشد حوالي راه كنبيعوا 20 مع شويه، والله يسخر الجميع. هي زايده واحد شويه، ماشي من كذبوا، زايده واحد شويه، كاين ماشي بزاف هاد الاثمنه اللي كنسمعوا. بحال مثلا الحولي ديال ذاك العام اللي كياخذوا ب 72 74 يقدر ياخذوا ب 80 82 88، هذا هو الفرق. سردي دوريجين معروف بهد كيكون عريان من هنا، كيكون السبيطات كحلين، سردي القرن ابيض وكحل، ها هو شتيه فيه رسمات كحلين هنايا، هذا باش كيكون السردي. والثوب والجريده والطول والزين، كاين النوع الاخر ديال تيم حضيت حتى هي كيسول على الناس بزاف، وفيها حتى هي فيها اقبال بزاف. ها هي كاينه في المحل الاخر نوريك، ما كاين حتى شي فرق، جوده كل بلديه ديال البلاد. عندنا الاكباش اللي عندنا موفرين هذا العام على حسب اللي كيطلبهم الناس، الزبون كل عام اللي من بينها السردي اللي معروف، وعندنا واحد النوع من حمره الراس اللي جايبينها من البلاصه من اقلموس. الاثمنه الحمد لله كتراوح ما بين 60000 ريال حتى 180 على حساب القدره الشرائيه ديال كل واحد. دابا لحد الان كاينين ديال 180 هما اغلى وحدين، وحدين اللي جاو داوهم اللي كانوا من الجمعيه ديال لانوك دازوا ب 15000 درهم. الاقبال الحمد لله هاد السنه كنشوفوا هاد الاقبال كاين، اللي بدا من هاد السيمانه هادي اقبال كاين على هاد عيد الاضحى. انا كنتبع غير في مكان تما كنمشي نشري، ما كنعملش حاجه رسميه، فهمتي؟ ما كان مره كنمشي لحد السوال، مره كناخذ من الدار البيضاء، مره كنمشي للسطات بلا سعيد، كل مره كنمشي حسب الجوده وحسب الثمن. اخويا اثمنا هذا العام شويه، كاين الثمن شويه في السردي. اليوم اللي جبنا شفنا هنا في السردي جبنا غالي جوجين، شفنا ديك حمه الراس ديك البرقيه، الحمد لله الثمن شويه مزيان ما بيش. اما باش يبان السردي شويه كاين الثمن شويه بزاف، كاع واحد 50% زايده. كاين الثمن بزاف، كاين الثمن تبارك الله، ماشي بحال هذا العام، هذا العام شويه زايد بزاف كاع.